الرحمن الرحيم. يعني يوم حلو ويوم في حب مصر. مهم جدا يا جماعة انزلوا وانتخبوا وشاركوا، مهم جدا، انت صوتك امانة. عايزين نبعت رسالة للعالم كله ان الشعب المصري في وقت الازمات دايما كله واقف ورا القيادة السياسية بتاعته، الشعب، الجيش، الشرطة، كل مؤسسات الدولة. الوقت ده محتاج من كل واحد مصري انه ينزل وينتخب. ان شاء الله باذن الله هيبقى عدد كبير ان شاء الله. والله يعني طبعا اتمنى الناس كلها تنزل تشارك، ودي حاجه مهمه جدا، لازم الناس كلها تبقى يعني عندها الوعي السياسي ده، ولازم يكون نبقى ايجابيين في جزئيه الانتخابات دي، حاجه مهمه جدا. واعتقد ان كل واحد حر ان هو يدلي بصوته او يدي رايه اللي هو شايفه اصلا، فاعتقد دي حاجه مفيده جدا للبلد كلها. ان شاء الله ربنا يوفقنا والاختيار يبقى يعني حاجه محترمه اللي احنا كلنا نتمناها لبلدنا.